أنا أدعوكم إلى كتاب الله الحكيم وسنة نبيه الكريم، لأنني أرى أن السنة قد ماتت والبدعة قد شاعت. إني باعث إليكم ابن عمي مسلم وهو ثقتي من أهل بيتي، أمرته أن يكتب إلي بحالكم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحشى منكم على مثل ما وصلني منكم وما قرأت في كتبكم، أقدم عليكم ملبيا نداءكم إن شاء الله. فيا أهل الكوفة الكرام، لعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه دوما على ولكن العلويين لا يطالبون بالتوريث، بل لهم في الخلافة حق كسائر المسلمين. إنما الخلافة هي للصالحين والمقربين والمؤمنين من الأمة، وإني لأقسم أن علياً وأولاده هم ذو القربى وأهل التقى. إنه ليس قولي فيهم، بل الخلفاء السابقون شهدوا لعلي بالدين والتقوى والعلم والمعرفة. أنت خائن وكذاب، تنسب أكاذيبك للخلفاء. أقسم بالله لأقتلنك قتلة يا مسلم لم يقطع رجل مثلها في الإسلام من قبل. أما أنت فظلوم عجوم، ولا أستبعد منك شيئا، لا أستبعد منك القتل الفجيع وتقطيع الأطراف والسلوك الرذيل والتمثيل بالجثث وغرز المسامير في النعوش. من منكم أيها القوم جرح بفعل هذا المرتد؟ أيها الأمير، أنا بكير بن حمران الأحمري، وهذا هو الجرح الذي أحدثه مسلم بن عقيل. يا بكير، اذهب وارميه من أعلى القصر، ومن ثم قم باحتزاز رأسه. حاضر يا أمير. تحرك. فعن الإمام الباقر عليه السلام يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، لكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم، فانصرونا، انصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام، أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. يعد هذا التحدي للإمام عليه السلام من قبل المكيين تحولا خطيرا لإعلانهم الحرب على أهل البيت عليهم السلام.
فما يمهلهم الإمام حتى يخرج عليهم ويفتح مكة. فعن الإمام الصادق عليه السلام: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة.